مساء الخير احبائي واعزائي. النهارده هنتكلم عن مطالبه النائب العام برجوع كارين البير، هل المختطفه ام الهاربه؟ عفوا من هذا يعني الصيغه او العنوان الرئيسي، ولكن هنعرف ليه اتقال هذا الكلام. بعد انهيار والده كارين ومطالبتها برجوع ابنتها لحضنها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب الأقباط معالي النائب العام المستشار حمادة الصاوي بمساعدة أسرة كارين البير جميل ابنة 17 عاما أي القاصر حتى هذه الدقيقة ورجوعها سالما. وقالوا هي مسيحية ولم تغير دينها حتى لو بالكذب والتدليس، هي مسيحية، إنها مواطنة مصرية وأمها وأختها تحملان الجنسية المصرية، أليس لهم الحق في العيش في سلام كباقي المواطنين؟ كل ما نطلبه من معالي النائب العام هو حق، وحق دستوري في العيش في أمان مثل الجميع. واختتموا قائلين: معالي النائب العام، نحن نريد كارين البير ولا نريد أي شيء آخر، أليس هذا حق لنا كمصريين أقباط؟ لنا كل الحقوق وعلينا كل الواجبات. وجدير بالذكر أنها يتيمة الأب، أبوها متوفي، وبعد وفاته أصيبت بأزمة نفسية، وهما أسرة بسيطة ما لهمش حد غير ربنا. البنت دي غواها ولد فاتح كوافير بجوار منزلهم اسمه أحمد موزة، أساسه من الزقازيق شرقية، وعشان عارف إن البنت ملهاش أب استغل ده، والبنت اختفت وأمها وأختها في حالة صعبة. آسف في التعبير، لا هو دفاع ولا هو سلبية. ما هواش كل بنت أبوها متوفي يبقى ما فيش لوم. الام وياما امهات كتيره كتيره بدون اب تقدر، لان الام هي اللي بتربي وخصوصا البنات. اما عشان تقولي عشان ابوها ميت ففي شاب غواها، ده انا اسف في كل التعبير، كل ده بسبب شيطان الميديا، شيطان الفيسبوك، شيطان التويتر، شيطان التواصل الاجتماعي. أحبائي وأعزائي، أنا قلت واتكلمت كتير وقلت كتير شيطان الميديا هي، وهو عبارة عن الذئاب الخاطفة اللي بتخطف بناتنا. ليس ذنب الشباب، ولكن ذنبنا إحنا اللي ما بنحافظش على ولادنا وبناتنا. وطول ما احنا مستهترين ومش قادرين نحافظ على اولادنا هيحصل اكتر من كده بكتير. سامحوني على الكلام اللي قلته، ولكن هذا هو الواقع. شكرا لكم احبائي واعزائي، وبطالب كل اب وكل ام يحافظوا على اولادهم ويحافظوا عليهم، يعلموهم يعني ايه ربنا، يعلموهم يعني ايه كلام ربنا، يعلموهم يعني ايه الصلاة، يعلموهم يعني ايه الصلة بين الإنسان وبين الله. علموا أولادكم القراية، علموا أولادكم القراية اللي تعلموا يعني إيه فكر. ياما من بلدنا فيها علماء، وياما من بلدنا فيها ناس متعلمة ولكنهم جهلاء. سامحوني، شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني الحب والتقدير، ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم، ولكم مني كل الحب والسلام.